واحنا الان بعد ما اطمن نقدر نبدا حلقتنا من سيدتي، لكن قبل ما ندخل في التفاصيل راح نتعرف سريعا على مواضيع حلقتنا. في سيدتي هذا اليوم، اكتئاب الحمل يعقد حياة المرأة ويعقد لسان طفلها لاحقا. هل السيدات هن الأكثر نقلا للشائعات؟ الغمازات علامات جمال فارقة أصبحت في متناول الجميع. من جديد سيدتي تضع أزياء المشاهير تحت مجهر الخبير. افتتح مساء أمس الأول مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في احتفال عالمي كبير في العاصمة النمساوية فيينا، وهي مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لنشر الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، سعيا إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم. يعتبر افتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا ثمرة لجهد ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وحرصه على أهمية تفعيل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحقيق السلام والتعايش المشترك وكسر صراع الحضارات والخلافات بين دول العالم الإسلامي والغرب، واستبدالها بالحوار ونشر ثقافة التسامح من خلال إيجاد هذا المركز وسط أوروبا ليحقق التفاعل والتحاور بين أتباع الأديان والثقافات وتعريف الجميع بعضهم ببعض. يهدف المركز لنشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لكافة شعوب العالم واحترام المقدس والرموز الدينية والالتفاف حول المتفق عليه بين الناس جميعاً. أعتقد بأن المركز خطوة رائدة ونقلة نوعية هامة، وهي مسؤولية دينية أولاً وقبل كل شيء، وليست غريبة عن المملكة العربية السعودية التي كثيراً ما أسميها بمملكة الخير، كما أنها ليست غريبة عن خادم الحرمين الشريفين الذي أدهش العالم بسعة وعظم المشاريع التي يحملها ويحققها. وربما يكون هذا المشروع من أهم المشاريع الإسلامية في العالم. احنا دورنا، يعني انا كنت اقول قبل شوية للاخوة اللي سألوني من النمسا، انه احنا دورنا بالنسبة كمركز وطني للحوار كأننا مهدنا وعملنا الأرضية المناسبة للشعب السعودي لتقبل فكرة الحوار الخارجي والحوار مع الأديان المختلفة والثقافات المختلفة، فدورنا مرتبط اكيد بمركز الملك عبد الله في فيينا. ليش تتوقعي المملكة العربية السعودية اختارت فيينا انها تكون يعني هذا المركز يكون؟ ما عندي شك انه سيكون مركز مضيء ينور السبيل إلى التفاهم والتعايش السلمي أكثر فأكثر، وإلى المحبة والاحترام المتبادل. يشكل مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات حدثاً تاريخياً يلقي الضوء على العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وقد انطلقت مسيرة المبادرة قبل أكثر من 4 سنوات في مؤتمر القمة الإسلامية بمكة المكرمة في منتصف عام 2008، ووافق البرلمان النمساوي على بنائه بتمويل من المملكة، وهو وسيلة عملية ناجحة لتحقيق التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، يهدف إلى الدعوة إلى منهج مسؤول لتكريس البعد الديني والروحي للأفراد والمجتمعات. فالبشرية بلا شك تحتاج إلى تعزيز لغات الحوار، والناس يعني بعض الناس عنده شيء من سوء الفهم فيما يتعلق بماهية الحوار، يظنون أن الحوار حول الأديان، هو ليس حول الأديان، إنما الحوار بين أتباع الأديان وأتباع الحضارات المختلفة. And this center seeks not to reinvent the wheel,
but to empower all the different organizations working in interfaith relations around the world, and to be able to pool on the resources from different religions to address the challenges of our world, challenges of poverty, of environment, of science and technology, and hopefully also to address conflicts where very often religion is abused and exploited, and to combat violence where religion is often misinterpreted by people in violent ways, so that religion will be seen as a blessing to bring a solution to conflicts and to combat extremism by being more empowered for the voice of the moderates. نتمنى أن يساهم هذا المركز في تحقيق الأمن والسلام في العالم، فهما أكيد أهم شرطين لتحقيق السعادة للشعوب. عموما مشاهدينا، في المزيد من أبرز أخبار المملكة قرأنا أيضا هذا العنوان: الأميرة عادلة تقول أن سجل جديد لحالات العنف الأسري ضد الرجال قريبا. وفي التفاصيل، كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود رئيسة برنامج الأمان الأسري عن عزم البرنامج خلال المرحلة القادمة إضافة سجل جديد للرجال المعنفين داخل الأسرة، إضافة إلى سجل العنف ضد المرأة والطفل. وقالت إن البرنامج لم يسجل حتى الآن أي حالة عنف ضد الرجال، وإشارت إلى أن عدد وفيات العنف ضد النساء تجاوز وفيات مرضى السرطان والملاريا وحوادث السيارات والحروب، وأكدت أن أعمار المعنفات تتراوح ما بين 15 و44 عاما، كما أكدت أن العنف يعطل إنتاجية المرأة ويعرقل مساهمتها بتنمية المجتمع. مشاهدينا، للنقاش هذا الموضوع يسرنا أن أرحب بالناشطة الحقوقية سيدة نسيمة السادة. أهلا وسهلا بك سيدة نسيمة، حضرتك أيضا العضو المؤسس في مركز العدالة الحقوقية للإنسان. أهلا وسهلا بك. مرحبا سيدة نسيمة، خليني أسألك، يعني قرأتي أكيد الخبر، ما تعليقك نعم. عليه؟ نعم، ما أفهمه عزيزتي ميساء، يعني الطبيب عندما يحضر له مصاب أو جريح وبه جروح متعددة يبدأ بعلاج الجرح الأخطر والأكثر إلحاحا. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون لنا سجل خاص بالعنف ضد المرأة، بل أكثر من ذلك يدعو إلى وزارة خاصة بشؤون المرأة من خلالها نستطيع الدفع من خلال هذه المعلومات في السجل، نحاول إصدار قرارات وقوانين تحمي المرأة، خصوصا بسبب ما وصلت إليه مراحل العنف ضد المرأة في السعودية وازدواجية القوانين التي تواجه المرأة بسبب عدم وجود قانون أحوال الشخصية. تعرفين أختي ميسان، المرأة السعودية تعاني كثيرا وتتخبط وأحيانا تتعرض للابتزاز والعنف بشتى أنواعه في مواضيع الطلاق والحضانة والنفقة وغير ذلك. الأحصائيات في الواقع الموجودة من وزارة الصحة وما تقدمها وزارة الصحة ووزارة الشؤون لا ترقى إلى مستوى عالي من الشفافية والوضوح والإفصاح، نحتاج إلى مزيد من الشفافية في هذه المعلومات. نعم، هل بالفعل نسيمة، هل بالفعل الرجل في السعودية يعني بحاجة لسجل يحميه من العنف في الأسرة؟ طبعا لا يوجد إحصائيات كما تفضلت الأميرة، لا يوجد إحصائيات لدينا، لكن أعتقد نعم، ليش لا، يعني لأن الرجل هو سواء في السعودية أو في خارج السعودية يعاني من نفس هي ربما الصحة. أعداد لا تذكر بالمقارنة مع السيدات، خصوصا في الخبر يعني. نعم هذا نعم، لا يرقى المستوى أبدا العنف الجسدي الذي تعرض له والعنف القانوني الذي تعرض له المرأة السعودية. فبالتالي لذلك حتى على مستوى العالم العربي عندما تحدثت يعني في الأخير نعم. المقارنة شاسعة كبيرة، فرق كبير بين الاثنين طبعا، بس هذا لا ينفي وجود بعض العنف، لكن المقارنة أكيد هناك فرق شاسع بين ما تعانيه المرأة وما يعانيه الرجل في موضوع العنف. نعم، طيب باختصار نسيمة، إذا ممكن تجاوبيني بس، كيف ممكن نقلل حالات العنف؟ حتى يعني نقلل من حالات العنف يجب أن يكون هناك قانون يحمي المرأة من العنف. نعم، شكرا. وقانون واضح. نعم، شكرا جزيلا لك النشطة الحقوقية نسيمة السادة، شكرا جزيلا لمداخلتك. مشاهدينا، نتوقف مع هذا الفاصل ثم ننتقل إلى فقرتنا التالية من جدة بعد الفاصل.
في سيدتي بعد الفاصل، هل السيدات هن الأكثر نقلاً للشائعات؟